أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآن هذا الشكل، خلينا نقول خزان، وهذا هو سطح منحني. هذا السطح المنحني أي شكل يكون، مو إلا منتظم. شلون راح نتعامل وياه إذا كان مباشرة مع الماء؟ نفس السابق، إنه بما إنه عندي سطح منحني مسلط عليه ضغط مقداره هيدروستاتيك بريشر، فالقوة اللي نتيجة هذا الضغط هي عبارة عن مركبتين Fx والاف واي. عند هاي نقطة A وهاي نقطة B، نمد من خلالها نقطة A ومن خلال نقطة B عمود باتجاه سطح الماء. راح تتكون عندي مساحة مظللة، خلينا نسمي هاي نقطة C وهاي نقطة D، فراح يصير عندي المساحة تكون المظللة A B C D كما مبينة باللون الأصفر. هاي المساحة المظللة أضربها بالبعد العمودي على الشاشة راح يعطينا حجم هاي المساحة المظللة في مقدار الجاما، راح يعطيني القوة اللي هي اف واي، واتجاهها أكيد راح يكون للأسفل. الاف اكس هي شنو؟ عبارة عن مسقط هاي البوابة، فمسقط هاي البوابة راح يكون هالاتجاه. عندي هنا بهالجهة هم مسقط هاي البوابة، فراح يصير عندي قيمة هنا اف اكس وهنا قيمة اف اكس. هاي المسقط إذا كان مساوي لهذا المسقط فراح تكون قيمة الاف اكس قد قيمتها صفر، هاي تلغي هاي، فراح يصير عندي لهذا الشكل فقط اف واي. يعني هذا الشكل يشبه التنل مالتنا، إذا القوة المسلطة عليه فقط الاف واي، واضح؟ نتيجة إنه القوة الأفقية شي لغشي. فيكون الشكل عبارة عن متوازي المستطيلات اللي هو A B C D، يعني كل حتى هاي ناخذها راح يكون اتجاهها للأسفل، ناقص هذا اللي هو هنقول نصف الأسطوانة راح يكون اتجاهها للأعلى، فهذا راح نضربه في الجاما في الأل، راح يعطيني مقدار القوة المسلطة إلى الأسفل، فهي عبارة عن باختصار عن جاما في الحجم A B C D اللي هو يمثل المساحة في البعد الثاني اللي هو يكون عمودي على الشاشة. الحالة الثانية لا، يكون عندي سطح منحني يحجز هذا المقدار من الماء، فهذا الماء يحاول يسلط حمل هنا أو يسلط هنا ضغط بحيث يريد يعادل نفسه. راح تكون القوة شلون نحسبها؟ كالتالي، أقيم عمود من هذه النقطة وهذه النقطة باتجاه سطح الماء، فلازم أمد سطح الماء بهالاتجاه، راح تتولد عندي مساحة، هاي المساحة المظللة طبعا اتجاهها يكون للأعلى هذه القوة، فهذه المساحة المظللة أضربها بالبعد العمودي على سبيل المثال حتى أطلع حجمها، راح يعطيني مقدار القوة المسلطة، راح يكون اتجاهها هو باتجاه الأعلى مثل ما تشوفون أمامكم، هي عبارة عن الجاما في حجم هذا الشكل اللي هو اي بي سي دي. طبعا حجمه لازم يحتاج بعد ثاني، فاذا عرفنا الحجم مال هذا نضربه في الجاما راح يعطيني مقدار القوه ويكون باتجاه الاعلى. جيد، الان ناخذ مثال شيء يقول عندي سطح اي بي، هذا هو السطح اي بي، ربع دائره، نصف القطر معطيك اياه 2 متر، البعد العمودي على الورقة كاتب لك إياه إيش قد؟ 1. المسافة من بي إلى سطح الماء 4 متر، هاي نقطة بي إلى سطح الماء 4 متر. مطيك السائل الموجود بهذا الخزان هو ماء، قايل لك الاتموسفيريك بريشر بريفيلس، يعني محيط بمن؟ بالخزان مالتي وبالشكل الموجود أمامكم. رايد من عندك التالي، رايد من عندك إيجاد مقدار وموقع التأثير للهيدروستاتيك فورس المسلطة على هذا السطح. فمن طلب من عند هنا المقدار وموقع التأثير، فلازم أخلي ببالي أقسم إلى أشكال بحيث أعرف مقدار أو مكان السنترويد لكل قوة. بما أنه عندي سطح منحني فرح يكون تأثير القوة بهالصيغة هاي. هاي الأف شلون أحسبها؟ من خلال مركباتها الأف واي والأف أكس.
إذا عرفت مركبات عرفت مقدار القوة. الآن نجي للقوة الأفقية اللي هي الـ Fx. القوة الأفقية Fx هي مثل ما أشرنا أنه مقدار القوة المسلط على مسقط السطح المنحني، يعني من خلال هذا القانون الـ F تساوي جاما أت سي في الأريا. المسقط وينه؟ هذا هو المسقط. أشوف هذا البعد اللي هو 2، والبعد اللي عمودي يكون يجد على الشاشة اللي هو 1، وهاي هي مقدار الـ Fx المسلطة على هذا السطح. هاي نحسبها بما أنه سطح مستوي، نرجع للموضوع السابق نحسبها جاما at C في الأريا. الجاما راح أخذها فرضيتي، راح أحسب القوة بالكيلو نيوتن، فراح أخذها 9.81 كيلو نيوتن على المتر المكعب، لأن ما مطيني إياها بالسؤال، أفرضها من يمي بدرجة حرارة، اتفقنا عليها هذا الشيء إن شاء الله. وفرت هسه الجاما. أجي بعد خلنا ناخذ الأريا على اعتبار هي فتشي بديهي ونعرفه، إحنا نباوع للشكل. شكل مالتي المسلط عبارة عن 2 اللي هو نصف القطر، هنا أنا مطيني إياه 2 في 1، فالأريا عبارة عن 2 في 1، 2 متر مربع. بقى من عندي، بقى عندي الـ HC. الـ HC أرجع التعريفة، هو المسافة من مركز الشكل إلى سطح الماء. مركز الشكل هنا أنا شنو عندي؟ مستطيل. مركز مالته بالوسط، يعني هنا أنا من أخليه بالمسقط مالتي إلى سطح الماء، أمد خط من هنا إلى سطح الماء، هاي مثل HC. جد قيمته يعني هسه مبين قدامك عبارة عن 4، هاي المسافة زائد هاي المسافة، هاي المسافة هي نصف الثنين، يعني 4 زائد 1 وتساوي 5 متر. طلعت جاما، طلعت HC، طلعت أريا، أقدر أحسب الـ FB. طلعت الـ FB 98.1 كيلو نيوتن. وين اتجاهها؟ بهالاتجاه اللي يتمثل شنو؟ قيمة الـ FX، لأن ما عندي بعد قوة أفقية، فعندي الـ FX هو يمثل الـ FB وتساوي 98.1. طلعت المركبة الأولى. هنشوف نقطة تأثيرها وين؟ نقطة تأثيرها قوة مسلطة، قوة ضغط الماء المسلطة على سطح مستوي. نقطة تأثيره هو الـ YB. الـ YB هذا قانون قدامك. نجي نوفر القانون وحدة وحدة. الـ YC. الـ YC قلت لنا أستاذ من تشوف YC رأسا نروح الساين ألفا. ساين ألفا HC على YC. لأن عندي الـ HC فما يحتاج أعيد، ما يحتاج أنه نحسب YC المسافة المائلة وأدوخ نفسي إلى آخره. زين. الألفا قد قيمتها؟ الألفا بما أنه عندي البوابة هنا أنا عمودية على نوم خاط بهالاتجاه، راح يصير عندي الزاوج قد هنا 90، فدائما بهاي الحالة المسقط هو دائما 90، يعني هو جاي يقول لك مسقط، تأخذ المسقط البوابة المنحنية دائما إيش راح يكون بهالصورة هاي. فقيمة الألفا هي إيش قد؟ 90 درجة. بما أنه قيمة الألفا 90، فإنه الـ HC تساوي الـ YC وتساوي جد قيمتها، قيمتها 5. طلعنا قيمة الـ YC 5، هسه نروح نباوع الـ A عندي الـ I sub C. الـ I sub C أباوع للشكل مالتي، ما باوع لهنا أنا ربع الدارة، لا أباوع للمسقط أنا، كأنما صارت عندي بوابة هذه مستطيلة بيش تكعيب على 12. الـ H هو شنو قلنا؟ الـ H هو دائما الموجود أمامك والعمودي على الصبورة يمثل الـ B، فالـ H هنا راح يصير 2 والـ B مقدارها 1، فـ BH تكعيب على 12 تطلع عندي مثلا 0.667 متر أس 4. هسه صارت عندي كلها معلوم، أطلع قيمة الـ YB بسهولة، حسبت قيمة الـ YB. هسه الـ FX إيش قد تبتعد عن سطح الماء؟ تبتعد بمقدار 5.06 متر بنفس المسافة اللي هي الـ FB. ليش؟ يعني الـ FB هي نفسها الـ FX. هسه عرفت مقدار القوة ونقطة تأثيرها اللي هي قوة الـ FX. بقت عندي الـ FY. الـ FY هي عبارة عن القوة العمودية المسلطة على هاي البوابة أو على هذا الخط المنحني. شو نحسبها هاي؟ كالتالي الـ FY عبارة عن فد مساحة عن خليف البعد العمودي على الصبورة في الجاما. هنخلي ذن القوسين ونشوف شو نخلي مساحة.
نمد خط من نقطة A وخط من نقطة B، راح تتكون عندي مساحة مظللة راح أقسمها إلى مستطيل وربع دائرة مثل ما أشرنا سابقا. ليش قسمناها بهالصيغة إلى مستطيل وربع دائرة ما أخذناها كاملة؟ يعني يريد من عندي مقدار نقطة التأثير مالتها، راح يكون عبارة عن مستطيل اتجاه القوة للأسفل، وعبارة عن ربع دائرة واتجاهها راح يكون للأسفل في الجاما في الأرض. فراح يكون عندي الاف واي هو عبارة عن الفورس نتيجة المستطيل زائد الفورس نتيجة ربع الدائرة. الفورس نتيجة المستطيل هي عبارة عن جاما في الفوليوم مال هذا المتوازي المستطيلات. الفورس مال هذا المستطيل هي عبارة عن الجاما في المساحة مال هذا المستطيل في البعد العمودي على الشاشة اللي هو هنا مطنية واحد. فتسعة بوت ثمانية في المساحة شقد؟ هذا 2 في 4، هذا المستطيل 2 في 4 في 1 البعد العمودي على الشاشة، تطلع عندي قيمة الاف مال المستطيل اللي تكون للأسفل. هسه موقع هاي الاف مال المستطيل تقع في منتصف هذا المستطيل، يعني بمسافة عن نقطة C هي عبارة عن 2 على 2، يعني 1 متر عن نقطة C لهذا المستطيل. جيد، الآن الاف للربع الدائرة عبارة عن جاما في الفوليوم مال هذا ربع الاسطوانة، فهي عبارة عن مساحة الربع دائرة في الأرض. فعندي مساحة ربع الدائرة، أنا جاي أقول ربع دائرة، فدائما أنت خلي ربع بالدائرة قدام، بعدين باي آر تربيع اللي هو هذا مساحة الدائرة. في البعد العمودي واحد، في الجاما راح يعطيني الاف. هاي اف أكيد اتجاهها للأسفل. موقعها وين؟ موقعها عن نقطة سي هي تقع في 4R على 3 باي. فأجي أعوض الموقع عن نقطة سي، هنا 4R على 3 باي، 4 في 2 على 3 باي، اعطاني 0.849. يعني المسافة هسه منا هنا إذا كانت هنا القوة أو هنا مثل ما بين أمامك لحد هاي نقطة سي بهذا المكان هي 0.849. هسه الاف واي أقدر أحسبها وما أقدر أحسبها؟ أقدر من خلال إنه هي عبارة عن مجموع الاف المستطيل والاف الربع دائرة. فعندي اف مال المستطيل وعندي الاف مال ربع دائرة راح يعطيني 109.3 كيلو نيوتن. خلينا نوخر هذه، خلينا نكمل هسه سويه. هسه الاف الكلية عبارة عن مجموع المركبات الاثنين اللي هي الاف اكس والاف واي. الاف اكس انا حاسبها بالبداية مثل ما بينا، والاف واي حسبناها هسه 109.3 راح يعطيني مقدار الاف مال المحصلة. هسه خلينا نجي نشوف مكان تأثير هاي المحصلة. ناخذ هذا الفري بودي دياجرام اللي رسمناه، وهاي هي تمثل الاف مال المستطيل راح تكون مسلطة هنا، وهاي الاف مال ربع الدائرة، وهاي هي نقطة سي. فيكون الاف المحصلة هاي اتجاهها، وهاي هي الاف اكس اللي جبناها من خلال انه تساوي الاف بي، وهاي الاف واي اللي هي عبارة عن مجموع ذني القوتين. المسافة من اف واي لحد نقطة سي هي تمثل اكس صب سي بي. حتى شنو احسب مقدار نقطة التأثير مال اف واي عن نقطة سي؟ فش اسوي؟ تتذكرون هذه عندي مسافتها قوة معلومة مسافة معلومة لنقطة سي، وهاي قوة معلومة مسافة معلومة لنقطة سي، وهذه قوة معلومة ومسافة مجهولة لنقطة سي. فاحسب مقدار الاكس صب سي بي من خلال اللي اخذته بالمرحلة الاولى، انه المحصلة في ذراعها تساوي كل قوة في ذراعها على النقطة اللي يريد احسب عنها. فاجي اعوض راح تطلع قيمة الاكس صب سي بي. بعد ما طلعت الاكس صب سي بي خلينا نشوف هسه القوة الافقية شقد تقع الاف اكس، شقد تبتعد عن نقطة سي، يعني الاف بي اللي هي تساوي الاف اكس شقد تبتعد عن نقطة سي. خلي نرسم الرسم هنا، عندنا هذا فري بودي دايجرام، وهاي هي نقطة سي، وهاي هي الاف اكس اللي حسبناها اللي هي 98.1 تبتعد كانت بمقدار واي بي، ايش قد حسبناه؟ 5.067.
يعني منا لهنا 5.067. زين انا اريد نقطة سي، ايش اسوي؟ اقول هذا كله ناقص الاربعة راح يعطيني المسافة منا لهنا اللي تمثل واي لنقطة سي، هي عبارة عن 5.067 ناقص اربعة، طلعت عندي المسافة لنقطة سي. الان خلينا نطلع زاوية ميل القوة او زاوية ميل المحصلة. اخذتوها انتو زاوية الميل هي عبارة عن مركب العمودية على المركب الافقية، يعني بالتان ناخذها. فالتان الثيتا عبارة عن اف واي على اف اكس، المقابل على المجاور، مقابل اف واي والمجاور اف اكس. فالاف واي عندي قيمتها والاف اكس عندي قيمتها، هاي هي الاف واي وهاي هي الاف اكس. فاجي احسب تان فيرس هذا المقدار، تطلع الثيتا عبارة عن 48 درجة. من خلال هذا البروسيجر عرفنا مقدار ونقطة تأثير قوة ضغط هذا السائل على هذا السطح اي بي، وعرفنا جد ايضا زاوية ميله عن الافق بمقدار 48 درجة. اكزامبل رقم 13 يقول سلندريكال بارير، يعني عنده حاجز على شكل اسطوانة كما مبين امامكم. هذا المسقط اللي تشوفوه هنا هو دائري، وباتجاه العمودي يكون على الشاشة هو يكون طول الأسطوانة المطلقية 1 متر. هذا الحاجز لو ما موجود عبر الماء من هاي الجهة لهاي الجهة، فوجود هذا الحاجز هو منع من عبور الماء من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى. هذا الحاجز بعد بيشنو الخاصية المطلقية؟ قايل لك الكونتاكت أو التلامس بينه وبين الجدار هو سموث، يعني ما عندنا قوة احتكاك، يعني هنا قوة الاحتكاك مساوية للصفر، معناته عندي فقط رياكشن بهذا الاتجاه. نريد من عندك تحسب وزن هذا الجزء أو هذه الأسطوانة اللي تمنع من عبور الماء من هاي الجهة لهاي الجهة، وبعد يريد من عندك تحسب مقدار ردة الفعل الموجودة من الجدار على هذه الأسطوانة. فراح نشرع بحل المطلب الأول وهو إيجاد وزن الأسطوانة اللي هو يكون إلى الأسفل. شلون نحسب الوزن؟ الوزن يحسب من خلال summation of y. لازم كل سطح من الأسطح المنحنية أحسب مقدار القوة العمودية عليه، وبعدين أخذها summation of y مساوي للصفر حتى أطلع قيمة الوزن. فشلون نحسب أول سطح؟ هو السطح AB، هذا السطح المنحني الأول، هو المحصلة راح تكون بهالاتجاه، مركبتها العمودية باتجاه الأسفل. هذا أول شيء. ثاني قوة اللي هي BC، هذا السطح راح تكون باتجاه الأعلى تحاول رفع الأسطوانة، والمركبة للقوة الضغط الثالثة اللي هي على السطح CD راح تكون أيضا للأعلى. إذن عندي قوة AB إلى الأسفل وقوة الوزن المجهولة للأسفل، وعندني قوتين إلى الأعلى بسبب هذه الأسطح. كون أحسب ذني القوة ثلاثة، ومن خلال summation of y أقدر أحسب قيمة الـ W. مثل ما تشوفون عندي قوة باتجاه الوزن اللي هي هاي، وعندي قوتين عكس الاتجاه مال الوزن. هدفي هسه أحسب ذني القوة الثلاثة. نجي هسه هو شنو مبدأ حساب القوة العمودية؟ قوة العمودية نحسبها من جاما في الفوليوم، وزن عمود الماء مثل ما أشرنا سابقا. عندي أول سطح أرد أحسب له السطح AB. سطح AB أقيم عمود من نقطة A اللي هي موجودة على سطح الماء، وعمود من نقطة B. المساحة المظللة هو الهدف مالتي بإيجاد وزن عمود الماء المسلط على هذا السطح حتى أحسب الأف واي. راح تكون هذه هي المساحة المظللة، أضربها بالبعد الثاني العمودي على الشاشة في الجاما راح تعطيني فورس. هذه المساحة المظللة شلون راح أحسبها؟ عبارة عن مربع اللي هو بعاده 2 في 2 ناقص ربع الدائرة حتى تعطيني هاي المساحة المظللة.
إذن هو عبارة عن مربع ناقص ربع الدائرة. فأطبق المربع أبعاد 2 في 2، ربع الدائرة أخلي 1 على 4 باي آر تربيع في البعد العمودي اللي هو 1، في الجاما أخذت هنا 9.81 لأن أرد أحسب القوة بالكيلو نيوتن، ما مطيني محدد ثاني. فتكون النتيجة هي كما مبين أمامكم، والاتجاه يكون نحو الأسفل، ضروري أحدد الاتجاه، يعني هاي باتجاه الوزن. نجي للسطح الثاني اللي هو بي سي. هذا السطح بي سي أقيم عمود من نقطة بي وعمود من نقطة سي، المساحة المظللة تمثل الهدف مالتي بإيجاد وزن عمود الماء المسلط على هذا السطح، يكون باتجاه الأعلى، يحاول رفع الحاجز. فأنا هدفي أنه هذا الشكل عبارة عن مربع 2 في 2 زائدا ربع دائرة، مربع زائد ربع دائرة راح يعطيني مقدار 70.6 كيلونيوتن باتجاه الأعلى. احسبت القوة الثانية تكون بعكس اتجاه الوزن. القوة الثالثة اللي هي امنو للسطح سي دي اللي هو هذا، أقيم عمود من نقطة سي باتجاه سطح الماء، وهنا أمد خط وهمي امتداد للماء، راح يتقاطع عندي هاي المساحة المظللة هي الهدف مالتي بإيجاد هذه القوة اللي تحاول رفع الحاجز. فهاي شلون نحسبها؟ عبارة عن مربع زائد ربع دائرة، نفس الأسلوب، فهي عبارة عن مربع زائد ربع دائرة، ومساحة المربع ومساحة ربع الدائرة تطلع عندي القوة بالكيلو نيوتن. صارت عندي هاي القوة معلومة وهاي القوة معلومة وهاي القوة معلومة، فقط الوزن يكون غير معلوم. أطبق عندي المعادلة وأحسب مقدار الوزن اللي يكون أكيد باتجاه الأسفل، يعني أحتاج وزن مقداره 131.7 كيلو نيوتن حتى يمنع هذا المقدار من الماء من العبور إلى هذه الجهة. الآن المطلب الثاني يريد من عندي أحسب القوة اللي تكون كردة فعل عند نقطة دي. القوة اللي راح أسميها هنا أنا آني آر دي كما مبين بهذا اللون الوردي، هاي هي اتجاهها هاي الار دي. لازم شي عادلها الار دي، شلون احسبها؟ احسبها من خلال سميشن اف اكس. اخذ اني عندي سطح منحني بمركبتين، العموديه استفادت من عندها بايجاد الوزن، الافقيه راح استفاد من عندها، المركبه الافقيه هنا والمركبه الافقيه هنا والمركبه الافقيه بهذا الاتجاه راح استفاد من عندهن بايجاد قيمه الرياكشن. هنا انا اجي اباوع للاسطح مالتي، راح يكون أول سطح اللي هو AC وتكون القوة بهذا الاتجاه، عمودي على مسقط هذا السطح المنحني، وعد سطح ثاني اللي هو CD وتكون القوة بهذا الاتجاه. المسقط مال هذا الشكل راح يكون مستطيل، أبعاده هي عبارة عن هذا البعد اللي هو القطر، هذا راح يكون القطر، والبعد العمودي على الشاشة اللي هو 1. أما هذا فأبعاده هو عبارة عن نصف القطر المسقط مالته والبعد العمودي على الشاشة 1. إذن عندي هذه عكس الار دي وهذه باتجاه الار دي، راح أشوف أنه يكون هدفي إيجاد القوة الأفقية على السطح AC، على مسقط السطح AC، وإيجاد القوة الأفقية على مسقط السطح CD حتى أطلع الار دي. أطبق بالبداية، راح أبدي بالسطح AC، جاما في الـ HC في الأريا، قلنا هاي نحسبها القوة المسلطة على مسقط السطح المنحني، نحسبها من قانون الأسطح المستوية. زين، فعندي جاما HC في الأريا، أوفر الجاما 9.81، الـ HC شلون أحسبها؟ هي المسافة من سنتر أوف جرافيتي للجسم إلى سطح الماء، هاي هي الـ HC. فالـ HC هنا قيمتها عبارة عن 2 اللي هي المسافة منا لسطح الماء. إذن أسي 2، الأريا هي أريا مال مستطيل ما له علاقة بالدائرة. هنا أنا آني إلي علاقة بالمسقط. مستطيل أبعاده عبارة عن 4 في 1. 4 في 1 راح تعطينا 4 متر مربع. طلعت القوة بتكون بهذا الاتجاه اللي هي قوة AC. عند القوة الثانية قوة CD على هذا السطح. على هذا السطح راح تكون عندي الـ HC، شو تصير المسافة
من مركز الثقل لغاية سطح الماء، أمد خط إلى أن أوصل، هو هذا يمثل الـ HC. إذن HC عبارة عن 2 زائدا نص هاي المسافة اللي هي 2 على 2 يعني 1، فيكون 2 على 2 زائد 2 وتساوي 3 متر. والأريا عبارة عن الطول في العرض، هذا الطول مالته هو نفس 2، والعرض هو العمودي على الصبورة أو على الشاشة اللي هو 1 متر، فيكون المساحة عبارة عن 2 متر مربع. أطبقها بالقانون، راح أحسب قوة الـ FCD وتكون باتجاه الـ RD هذا الاتجاه. هسا أرجع لمعادلتي أطبق، أطلع قيمة الـ RD الرياكشن المطلوب. واضح؟ هنا أنا تقيدت بمطالب السؤال. هنا لو طالب من عندي لوكيشن مثلا للـ F الهوريزنتال لازم أحسبه، لوكيشن الـ F الفيرتيكال لازم أحسبه للمركبات، رايد مني المحصلة أكون أحسب المحصلة، فأنا أتقيد مطالب السؤال. مثال رقم 14 سكتر جيت، تذكرون من أخذنا المقدمة وأيضا بالمحاضرة السابقة في بدايتها أشرنا إلى البوابات، ودائما البوابات يكون شكلها على شكل سكتر، فأني أتعامل مع القوة المسلطة على هذا السكتر والمغمورة في الماء. لو كان عندي زيادة في البوابة هاي ما راح تدخل بالحسابات في إيجاد القوة المسلطة على سطح المنحني للبوابة، فأني أعتمد على الجزء المغمور في الماء وأحسب القوة المسلطة عليه سواء كانت عمودية أو سواء كانت أفقية. هنا أنا قايل لك سكتر جيت الراديوس مالتها مطيك إياه هذا 4، يعني هذا 4 وهذا يمثل 4. بعد منطيك الطول العمودي، يعني هاي يقصد به الطول العمودي، من يقول لك length of gate معناته الطول العمودي على الشاشة، يعني هذا اللي ما تشوفه أنت بال 3D تشوفه، اللي تشوفه بالصور الموجودة بالمقدمة، فالطول مطيك إياه 5 متر. يقول لك هاي استخدمت للسيطرة على المياه، استخدم مبدأ التوازن واحسب لي مقدار القوة اللي تدفع البوابة. مطيك مكرر لك انه مأكد انه الوث اعطيك اياه، يا اما انا كتبت لك اياها حتى تكون على بينة، يا اما يقول لك length of gate او يقول لك الوث of gate، فهو نفس المبدأ انه هو يمثل البعد العمودي على الشاشة، فكررت هنا حتى الصيغ الأسئلة تكون واضحة عندك، يا أما بهالصيغة أو بصيغة اللينك. الآن هذا عندي سطح منحني، فأكيد عندي مركبتين، مركبة أفقية ومركبة عمودية، والمحصلة هي هذه سميناها F capital، تميل مع الأفق بزاوية سميناها ثيتا. يريد من عندي الـ FX، يريد من عندي الـ FY، يريد من عندي الـ F الكلية، يريد من عندي الثيتا. شلون عرفت هنا ريد من عندي الـ FX والـ FY والـ F الكلية والزاوية ثيتا؟ ريد من عندي القوة الكلية، فالقوة الكلية لازم أعطي مقدارها واتجاهها وزاوية ميلها مع الأفق. خلينا نبدأ بحل السؤال. الـ FX تمثل جاما SC في الأريا، قلنا هي القوة المسلطة على مسقط السطح المنحني. مسقط السطح المنحني هو عبارة عن مستطيل. من عرفت مستطيل اللي هو أبعاد هذه المجهولة راح أسميها لاحقا دي، وهذا هو البعد اللي هو عمودي على الشاشة اللي هو يمثل 5 متر. المسافة من السنتر أوف جرافيتي لهذا الشكل لغاية سطح الماء يمثل الـ HC. إذن لازم أعرف أني هدفي هسه هذا البعد إيش قد يكون، اللي هو نفس هذا البعد راح أسميه هذا دي، فراح يصير عندي مثلث هذا دي، وهاي الزاوية المحصورة مطينيها 30، إذن هاي 30، وهذا الوتر مطيني يا 4، عندي زاوية ووتر أقدر أحسب دي، زاوية 30 وهذا 4 الوتر، وهاي هي الدي، من خلال المقابل على الوتر أقدر أحسب قيمة الدي تطلع 2 متر، إذن هاي الدي هي 2 متر. فالأتسي هي عبارة عن المسافة من السنتر لغاية سطح الماء، منا لهنا 1 ومنا لهنا، منا لهنا 2، نصها شقد 1، راح يكون الـ HC عبارة عن 1 زائد 1 يساوي 2 متر.
الجاما راح اخذها 9.81، بقت الاريا. الاريا هي ما دام عرفت هذا البعد اللي حسبته سميته دي 2 في 5 راح تعطيني 10 متر مربع. حسبت المساحة وعدي الجاما فارضها، قبل احسب قيمة القوة، تطلع القوة كما مبين امامكم ويكون اتجاهها بهذا الاتجاه. هاي قيمة الاف اكس. هسه لو كان هو ما طالب من عندك، لو كان رايد من عندك احسب لي مقدار او مكان القوة الافقية وين تأثيرها، فهذا هو مكان القوة الافقية اللي هو سميناه center of pressure، نحسبه من انه الواي بي تساوي واي سي اي سي على اي في الواي سي. الساين ثيتا قلنا دائما هو المسقط من ناخذ، لا تذكرون ذيك المحاضرة، هو دائما زاويته 90، فهي راح تسهل لي امر يكون قيمة الواي سي هو نفسها قيمة الاس سي وتساوي 2 متر. هسه حسبت الواي سي، بقى والاريا موجودة، بقت عندي الاي سب سي. الاي سب سي مال مستطيل، ما له علاقة بالسكتر، ما له علاقة بهذا السطح، عبارة عن المسقط، عبارة عن مستطيل بي اتش تكعيب على 12. البي قلنا دائما هي العمودي على الشاشة، اذا هاي هي الاتش اللي هي تساوي 2، فاحسب قيمة الاي متر اس 4. بعدها اطبق بالقانون واحسب قيمة الواي بي، تطلع 2.167. يعني المسافة من هنا لسطح الماء هي عبارة عن 2.167، وهي فعلا أسفل، تقع أسفل center of gravity. center of gravity مسافته 2 متر، هي 2 وياها 1.67، ويعني المسافة من center of gravity للcenter of pressure مثل 0.167. الآن الأفواي تمثل عبارة عن جاما في الفوليوم. أجي للبوابة مالتي، هذه نقطة وهذه نقطة، أمد خط باتجاه سطح الماء، أكمل سطح الماء من هاي الحافة ومن هاي الحافة. السطح المظلل أو الجزء المظلل يمثل قيمة المساحة المطلوبة اللي أضربها بالبعد الثاني حتى أحسب حجمها، أضربها بالجاما حتى أحسب قيمة القوة العمودية. فالقوة العمودية عبارة عن جاما في هذا الجزء المظلل. هذا جزء المظلل بمساحتين، عندي هذه المساحة وعندي هذه المساحة. هذه المساحة عبارة عن مستطيل أبعاده 1 في هذا البعد. هذا البعد شلون أحسبه؟ هذا البعد أدي منا إلى هنا 4، يعني هذا الكل 4، المطنية هو الراديوس 4 منا لهنا. زين، لازم أحسب منا لهنا شقد حتى أطرح الآر ناقص هذا المقدار، واحسب من خلاله قيمة العرض مال هذا المستطيل. فعندي هذا شلون احسبه؟ عندي هاي دي سميتها اني 2 متر، وهاي 4، وهاي زد فيثاغورس، طبقها الوتر تربيع الضلعين القائمين الاخرين، تطلع قيمة زد، او تستخدم الزاوية انت حر، تطلع زد اللي هي المسافة منا الى هنا، اللي هي المسافة منا الى هنا، تطلع 3.464. بعدها عندي هذا الجزء راح اسميه العرض مال المستطيل، اسميه اي بي. فطول اي بي يعني طول المسافة منا لهنا اللي هو العرض مال المستطيل عبارة عن 4 ناقص 3.467، الثانية طول الاي بي. بعد ما احسب الطول الاي بي، احسب مساحة اعتيادية الطول في العرض، احسبت مساحة هذا الجزء باللون الازرق اللي هو المستطيل. بقى هذا الجزء شلون احسب مساحته؟ هذا الجزء احسب مساحته من خلال معرفة مساحة السكتر الكامل ناقص هذا المثلث، يعطيني هذا الجزء. هي عموما مساحة الدائرة، تذكرون نكتب احنا باي ار تربيع، هي حقيقة هيش تنكتب، ثيتا على 360 باي ار تربيع. من تكون دائرة كاملة تطبق ثيتا 360 على 360 في باي ار تربيع راح يعطيك هذا القانون. بتكون نصف دائرة راح تطبق هنا 180 على 360 راح يعطيك 1 على 2 باي ار تربيع، يعني قانون نصف. بتكون ربع، من تكون كذا، اذا انا اعتمد على الثيتا المحصورة عندي من هنا المقابلة للسكتر. ثيتا المحصورة هنا ايش قد قيمتها؟ 30. اذا عرفت مساحة السكتر، وعندي المثلث هذا نصف القاعدة في الارتفاع، اطرح السكتر ناقص هذا، احسبت قيمة هذا الجزء المظلل. فالمساحة هذه اللي أريدها هي عبارة عن مساحة السكتر ناقص مساحة المثلث. ف
فمساحة السيكتور مثل ما قلنا 30 على 360 في باي آر تربيع ناقص 1 على 2 نصف القاعدة اللي هي الزد في الارتفاع هو هنا 2، تطلع عندي هاي المساحة. من حسبت هاي المساحة وهاي المساحة عندي معلومة، أجمعهن وأضربهن في الجاما في الآل راح تعطيني مقدار القوة. احسبت مقدار القوة يكون اتجاهها أكيد نحو الأعلى. هسه المحصلة أحسبها من خلال القانون اللي تعرفوه، بعدها تكون باتجاه بهذا الاتجاه مائل، بعدها أحسب مقدار الثيتا اللي هي عبارة عن الأف واي على الأف إكس، أخذ لها تان إنفيرس، تطلع قيمة الثيتا 17.5 درجة مع الأفق. هاي هي قيمة الثيتا. نروح لإكزامبل رقم 15، يريد منك تحسب العزم الموجود هنا ام اللي يبقي البوابة مغلقة، مطيك مانوميتر مربوط مع خزان ماء، ومطيك هنا هذا السائل موجود بالمانوميتر عبارة عن الصور زئبق 13.6. فشلون نحسب مقدار القوة؟ أولا أنا راح أنقل الضغط من هذه النقطة وصولا لنقطة O، وأنقل الضغط من هاي النقطة وصولا لهاي النقطة راح أسميها على سبيل المثال A. فإذا عرفت الضغط هنا وعرفت الضغط هنا، أقدر من خلال قيم الضغط أحسب مقدار القوة، ومن خلال القوة ومقدارها أقدر أحسب summation moment يساوي صفر حول هذا الهنج، وأحسب مقدار العزم المطلوب لغلق البوابة. الآن نأتي لنقل الضغط من هذه النقطة وصول لنقطة O. فعندي منا لهنا 0.3 في الجاما مالتها، أصعد منا لهنا كلما هذا، فأخذ مثلا 0.3 0.6 1.2 ووصولا للO في الجاما مال الووتر، يعطيني الضغط بنقطة O. فأجي أطبق هذا الحكي، فصفر بديت منا صفر، أنزل نزول فأخلي زائد 0.3 في الجاما، هنا عبارة عن specific gravity في الجاما بوحدات الكيلو نيوتن، حتى تطلع عندي قيمة الضغط وحدات الكيلو باسكال. زين عندي صعود، هسه عندي هنا نزول، بعدين راح يبدي عندي الصعود. الصعود هي عبارة عن هاي المسافة وهاي المسافة وهاي المسافة، لذلك قلت 0.3 زائد 0.6 زائد 1.2 كل هذا في 9.81، وسبق إشارة سالب لأن الصعود يساوي الضغط بنقطة O. مثل ما أشر المحاضرات السابقة نحسب هسه الضغط بنقطة O، طلع 19.42 كيلو باسكال. هسه راح افرض هاي النقطة A، احسب انتقال الضغط منا لنقطة A. نقطة A واقع على نفس هذا الخط، راح تكون هي هنا نفس الضغط مالتها، فانقل الضغط من هاي النقطة لهاي النقطة، فهي عبارة عن 0.3 في الجاما مالتها نزولا، وصعودا هي عبارة عن 0.3 زائد 0.6 في الجاما وصولا لهاي النقطة، فهي مقابل نقطة A. نطبق هذا الحكي، راح نحسب قيمة الضغط بنقطة A. هسه قيم الضغط عندي مثل ما مبينة، أجر أرسمها على Free Body Diagram، أخذ البوابة مالتي على صفحة وأرسم هنا عندي بنقطة O أقل من نقطة A، نقطة O 19، نقطة A راح تكون قيمتها 31. فهذا الشبه منحرف، شون أحسب مقدار القوة المسلطة إليه؟ فأجي أقول المسافة مال المسقط مال هذه البوابة، هو مطيني هنا 1.2 مسافة عمودية، 1.2 هذه، فراح يصير عندي عبارة عن مستطيل زائد المثلث. هاي القوة مال المستطيل تكون بالمنتصف، والمثلث تكون بالثلث الأول هنا بهذه الجهة، وعندي هنا الهنج. عندي هذا المستطيل، شلون أحسب المساحة مالته؟ هي عبارة عن 19.42 في هذا البعد. هذا البعد شلون أحسبه؟ هو عبارة عن هاي المسافة، وعندي هنا زاوية 45 اللي نفس هاي الزاوية 45، وهاي عندي هاي مسافتها موجودة، فأحسب طول البوابة. هذا الطول راح تكون عندي معلوم، فأضرب 19 في هذا الطول في البعد العمودي على الشاشة اللي مطينيها 1.8، راح تعطينا هاي القوة. هاي القوة شلون أحسبها؟ نصف القاعدة في الارتفاع، سوينا هيك مثال احنا 31
ناقص 19 راح تعطيني القاعدة في هذه المسافة في البعد العمودي، حسبت هذه القوة وأعرف مسافتها وين، أخذ عزم حول الهنج وأحسب قيمة مقدار العزم اللي يغلق البوابة. وهذا راح يكون هومورك رقم 19 لكم، تحسبون قيمة العزم المطلوب لغلق البوابة. مثال رقم 16، لو كان نفس الخزان ولكن بدلنا السائل، هنا كان الاس جي مالته 6، السائل بالمانوميتر، شو راح نحل السؤال؟ نفس الاسلوب، انقل الضغط من هاي النقطة لنقطة او، عبارة عن 0.3 الى اخره، تطلع الضغط قيمته سالبة هنا بالكيلو باسكال، يعني استخدمت 9.81 الكيلو نيوتن على المتر المكعب. بعدها اجي النقطة اي، احسب قيمة الضغط بنفس الاسلوب، راح تطلع قيمته موجبة. شنو معناته قيمة سالبة؟ معناته هذا نيجاتيف بريشر، يعني ذاك كان تسليط القوة الموجودة بالفري بودي دايجرام كان بهذا الاتجاه، كله بهذا الاتجاه، كانت عندي الترابيزويدال بهالاتجاه. هنا أنا عندي قيمة سالبة، معناته راح يصير عندي مثلث بهالاتجاه ومثلث بهالاتجاه. هذا قيمته هنا 2.9 وهنا هذا قيمته 8.8 اللي هي هاي القيمة. وأكيد فد مكان راح يكون صفر. هنا لأن أكو قيمة سالبة فما راح يصير باتجاه واحد، راح يكون عندي نيجاتيف يعني بهالاتجاه وعندي بوزيتيف يعني بهالاتجاه مع اتجاه الماء وعكس اتجاه الماء. فهذا أكيد راح يأثر بحساب قيمة الأم. فقط بدلنا السائل راح تتأثر قيمة الأم. محصلة هذا المثلث راح تكون بالثلث الأول مال هذا المثلث، محصلة هذا المثلث راح تكون أيضا بالثلث الأول مال هذا المثلث، والمسافة منها لهنا لازم أعرفها. زين المكان اللي يصفر بي شلون أعرفه؟ المكان الصفر بي راح أسميه نقطة بي، والمسافة منها لهنا اللي ما أعرفها آني اللي يصفر بيها المسافة العمودية راح أسميها اتش بي. الضغط بنقطة بي شقد قيمته هنا؟ اللي هي نفس النقطة هنا قيمتها صفر. فعرفت قيمة الضغط أقدر أحسب قيمة البي. شلون؟ أنقل الضغط من هاي النقطة اللي هو صفر وصول النقطة بي اللي هو صفر وطلع قيمة الاتش بي. فأنقل الضغط صفر من نابدينة زائد نزول ثم صعود وصولا النقطة بي، أحسب قيمة الاتش بي. الاتش بي شو تمثل؟ هذه المسافة عمودية، يعني المسافة منا لهنا هي راح تكون 0.9، والمسافة البقية عبارة عن 1.2 ناقص 0.9 اللي هي 0.3. هسه بعد ما عرفت المسافات العمودية وعندي زوايا أقدر أحسب الجزء المائل هذا والجزء المائل هذا. إذن أحسبت أذرع ومقدار القوة الموجودة عبارة عن نصف القاعدة في الجزء المائل هذا في البعد الثاني العمودي على الصبورة كحجم، فراح تعطينا هاي القوة، ونصف القاعدة اللي هي هذه في هذا البعد اللي هو هذا عبارة عن أجيبة من خلال الزاوية وهذا البعد العمودي راح تعطيني القوة الثانية، وأيضا مسافتها راح تكون معلومة ثلثين منا لهنا، وهاي المسافة كلها أخذها. فمن خلال مقدار القوة المعلومة والذراع المعلوم، وأيضا هنا قوة معلومة وذراع معلوم، أحسب قيمة المومنت اللي يغلق البوابة. فأيضا هذا راح يكون هومورك لكم، إيجاد العزم اللي هذا الشكل. هومورك رقم 21، عندك دوم أو هيميسفير معناتها نصف كرة تقع على مسافة y1 تحت الماء، يريد من عندك تحسب مقدار القوة والمركبات مالتها المسلطة على هذه القبة الدوم، معناتها القبة أو نصف الكرة. يريد من عندك فقط تحسب the line of action of the horizontal component أو فورس، يريد من عندك تحسب مقدار تأثير الاف اكس فقط. قايل لك الواي 1 قيمتها 1 والواي 2 قيمتها 2، وافرض درجة الحرارة 10 سيليزية، يعني تاخذ القامة 9.81 كيلو نيوتن على المتر المكعب اذا اردت تحسب قيم الفورس بمقدار الكيلو نيوتن. سؤال بسيط بس هنا اذكرك انه حجم الكرة هو عبارة عن باي على 6 دي تكعيب، انت حافظه بس اذكرك بيه، راح تستفاد من عد لان هنا عندك
نصف كرة فتستفاد من قانون حجم الكرة. الهومورك اللي بعده عبارة عن راديال جيت، إذ من عندك تحسب مقدار واتجاه القوة الكلية المسلطة على هذا الجزء من الراديال جيت، أريد من عندك أيضا تحسب مكان القوة الأفقية فقط، ما أريد من عندك الموقع الأف واي، أريد من عندك فقط موقع الأف اكس فقط. هناك ملاحظة أنه الراديال جيت مو كلها مغمورة بالماء، فإحنا نأخذ جزء المغمور بالماء ونحسب مقدار القوة المسلطة عليه. يعني راح يصير عندك هاي هي الراديال جيت الحقيقية اللي راح تدخلها بحساباتك، العمق مال و نصف القطر هو عبارة عن 10 فوت. مطيك البعد العمودي على الشاشة هو مقداره 1 فوت. هنا انتبه ايضا ملاحظة ثانية، انه هنا لازم تستخدم 62.4 باوند فورس بير كيوبك فوت بالنسبة للقامة مال الووتر. هومورك رقم 23، عندك ريتيرنينج جيت. هاي هي ريتيرنينج جيت، عبارة عن جزء واحد متصل يتكون من ربع دائرة مع جزء مستقيم، وعندك هنا مي. خلاصة هذا الكلام، من المي يرتفع راح تسلط عندي قوة راح تفتح البوابة، بوابة الريتيرنينج جيت. هنا عندي قوتين عبارة عن قوة عمودية وقوة أفقية، وهنا لأن سطح منحني، وهنا عندي قوة حمل منتشر منتظم، يعني عبارة عن H واحدة يقع على خط تأثير واحد، قيمته جاما في H منتظم مسلط على هذا الجزء. هذا راح يكون بدلالة الألن وجدة، وهذا راح نحسبه من خلال القوة العمودية والقوة الأفقية. القوة الأفقية مقدار تأثيرها معلوم من خلال الواي بي أحسبه بعده عن الهنج، والقوة العمودية عبارة عن 4R على 3 باي، لأن من أخذ هذا الجزء وأسقطه مع مسار الماء راح يكون عندي ربع دائرة، فموقعها موجود 4R على 3 باي. وعندي هذه المقدار أقدر أيضا أحسبه من الجاما في الH في هاي المساحة، راح تطلع دلالة الأل هاي القوة. فأخذ مومنت هنا مساوي للصفر، قوتين معلومات بمقدارها وموقعها عن الهنج، وعندي قوة بدلالة الأل وموقعها أيضا بدلالة الأل عن الهنج، فأقدر أحسب قيمة الأل اللي هي تدخل ضمنيا بدلالة القوة. هومورك رقم 24 يقول لك أحسب مقدار القوة اللازمة لإبقاء البوابة مغلقة. هاي هي البوابة، مطي قيمة الار، هاي هي الار 0.6، والبعد العمودي على الشاشة 1 متر. هنا شلون نحل السؤال؟ حل السؤال انه نعتبر فري بودي دايجرام هي هاي البوابة مالتي، هذا الجزء عليه حمل ترابيزويدال، شلون انقله؟ انقله مثل ما شرحنا سابقا بالمثال، والقاعدة مال هذا الربع دائرة أيضا عليها حمل منتشر، شلون أنقله؟ أيضا مثل ما شرحنا بالمثال. هنا شنو عندي؟ يونيفورم برجر، بينما هنا شنو عندي؟ ترابيزويدال برجر. أقسمه مثلث بمستطيل، وهنا هو مستطيل، القوة معلومة والمواقع أيضا راح تكون معلومة. هنا يدخل عندي تأثير آخر، أنه وزن هذا المائع راح يدخل يكون باتجاه الأسفل الموجود في فري بودي دايجرام، موقع معلوم قيمته معلومة، أخذ مومنت هنا، كل قوة بذراعها راح تكون معلومة، وتكون الأف هي المطلوب إيجادها وهي المجهولة. إن شاء الله أكون ما طولت عليكم، أريدكم تحلون هاي الهوموركات. هاي الهوموركات شاملة ووافية للمادة، وإن شاء الله تتواصلون وياي بأسئلتكم ونشوفكم بخير. شكرا جزيلا.